معقوله يا ليلى عامله لمامتك بلوك؟ انا اول ما عرفت اتجننت، قلت لشريف لو مش هتعرف تاخد اجازه انا هنزل لها، مش هينفع اسيبها هي وابنها لوحده. كتر خيرك. على فكره ممكن اساعدك، هقعد انا مع عمر وانت انزلي روحي شغلك. لا مالوش لزوم تتعبي نفسك. في ايه؟ تحاسبيني على ايه؟ ما انا قلت لك ما كنتش اعرف. لا لا انا مش بحاسب حد. عمر مش هينفع تقعدي معاه عشان حالته، اصلا مش هينفع حد يدخله غيري. بعد كل السنين دي وبعد كل اللي حصل لسه برضه قادره تحسسيني بالذنب وان انا ماليش لازمه في حياتك. طب معلش انا عندي شويه تليفونات محتاجه اطلع لها. لا مفيش داعي، انا اللي همشي. محل ايه وبتاع ايه؟ انتوا هتعندوا بعض زي العيال؟ انا ما عندتش معايا طن. طب بالعقل كده هنبيع المشروع الوحيد اللي بيكسب؟ الكيدز اري عليها مشاكل قد كده ومش شغاله، وحسن عليه ديون. يا حبيبتي هو يبيع عشان يسدد ديونه. ما انا قلت له يبيع عربيه من الاثنين، وما قلتلوش يبيع عربيته، عرضت عليه يبيع عربيتي. اكيد حاسس انك بتلوي دراعه. يا سلام، يعني هو ما بيلويش دراعي لما يحط بيع المحل قصاد الطلاق؟ بدل ما يجي يتكلم معايا ويتفاهم يرمي مين الطلاق؟ استهدي بالله يا حبيبتي. استهدي بالله عشان خاطر ولادكم. لا يا طنط، حسن ما عملش خاطر لا ليا ولا لولاده. مش عايزاك تقلق خالص، هجيب لك مشتري وبسرعه. منطقه كويسه والمساحه هايله وممكن يتعمل فيها كذا نوع بزنس. الصراحه بعد موضوع القضيه اللي حكيت لي عنه ده الاحسن انك تخلص منه. قصه القضيه هتاخد وقت على ما تتنسي، والمكان لازم يتعمل له ريبراندنج. مكان فاضي اساسا بقاله فتره، ولا في موظفين ولا غيره، ولا انا مستفيد منه. انا اهم حاجه عندي بس ان احنا نبيعه بسرعه. اعتبره اتباع خلاص، ولا انت شاكك في قدراتي؟ لا بالعكس. مرسي. مهم انت بس ما ترجعش في كلامك زي موضوع المحل. صحيح انت غيرت رأيك ليه؟ لا ما غيرتش رأيي، بس كانت جدت امور يعني. المرة دي اكيد هبيع. هنشوف. يلا ممكن تيجي معايا؟ لا مش عاوز اروح معاكي. معلش تعالى معايا. مش عاوز اروح معاكي. يلا يا عمر ما تتعبهاش. يلا. انا مش عاوز اروح. يا حبيبي انت محتاج تعمل التحليل ده عشان نعرف نروح. وانت مش عايز ترجع البيت؟ انا عاوز ارجع البيت بس مش عايز اخد حقنه دي تاني. يلا يا عمر بلاش دلع بقى. انا مش بدلع، انا تعبت. طب ممكن اشيل الكلام؟ اكمل كلام؟ حبيبي كلنا عارفين ان انت تعبان وزهقت، بس احنا لازم ناخد الحقنه عشان نعرف التعب بتاع الشهر ده جاب نتيجه ولا لا. مش انت عايز تخرج من هنا؟ افرض حقنه لقيت اني لسه ما خفتش، هفضل في المستشفى؟ اوعدك ان انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان تخف وتخرج من هنا. يلا بينا. ان شاء الله خير، ما تقلقوش.